الموديل ده ممكن اتسال فيه ايه. اول حاجه عندي طبعا هنا ده السيلياك ترانك، سيلياك ترانك بيدي هنا ده الهيباتيك ارتري اهوت، هيدي برانشز منه، ويبقى في عندي هنا ده السبلينيك ارتري. طبعا ممكن اتسال في الديودنم والحاجات اللي بتفتح في السكند بارت اوف ذا ديودنم. هنا عندي ده سوبيرو ميزنتريك ارتري وده سوبيرو ميزنتريك فين، ومكانهم بيبقوا موجودين في الروت اوف ميزنتري. هنا دوت برانشز من الانفيرو ميزنتريك ارتري، ده الانفيرو ميزنتريك ارتري اللي هيدي سوبيريور ليفت كوليك وسيجمويدال برانش. ده سوبيريور ليفت كوليك وديت السيجمويدال برانشز رايحه للسيجمويد كولون. طبعا ممكن اتسال في البارتس اوف ذا لارج انتستين. هنا عندي طبعا ده السيكم ووراها الابندكس، واعرف البوزيشن اوف ذا ابندكس، ايه هي البوزيشن اوف ذا ابندكس. وبعد كده ادا الاسندنج كولون، ممكن اتسال في التينيا كولاي، اتسال هنا في التينيا كولاي والساكيوليشن، الحاجات اللي بتفرق اللارج انتستين من السمول انتستين. وهنا برضو ادا التينيا كولاي موجوده اهيت. هنا برضو من البوستيريور بيبان عندي تكوين البورتال فين اللي هو من اتحاد ادا السبلينيك فين مع السوبيرو ميزنتريك فين، هيتحدوا ويكونوا بورتال فين. واللي موجوده ورا دي عباره عن الكومان بايل داكت، ودوت السوبيرو ميزنتريك ارتري اللي بيبقى موجود بيهايند البودي ويجي هنا قدام الانسينيت بروسيس، ده السوبيرو ميزنتريك ارتري.